أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من هواتف فلك في 10 دقائق. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن طرق التصوير الشمسي. يجب اتخاذ الحيطة والحذر، يجب عدم النظر إلى الشمس أو تصوير الشمس إلا باستخدام الأدوات الواقية والفلاتر المناسبة. هنالك نوعين من الفلاتر الرئيسية للرصد والتصوير الشمسي. النوع الأول هو الفلتر العادي الذي يمكن وضعه في مقدمة التلسكوب، ويمكن من خلاله أخذ صور أو النظر إلى البقع الشمسية. ممكن أخذ صور متتابعة على مدى عدة أيام لتتبع حركة البقع الشمسية على سطح الشمس. النوع الثاني من الفلاتر الشمسية هو الفلتر الإيتالون، مثل دايستار كوارك إيتالون فلتر، والذي يتكون من بلورات ممكن التحكم بدرجة حرارتها بصورة دقيقة، وذلك للحصول على طيف الهيدروجين ألفا المنبعث من الشمس. وبذلك يمكننا التصوير ليس فقط البقع الشمسية، وإنما النتوءات الشمسية والنشاط الشمسي المغناطيسي حول البقع الشمسية وعلى سطح الشمس وحوافي الشمس. وبذلك يمكننا النظر إلى تفاصيل أكثر للشمس. أفضل الوقت للقيام بعملية الرصد والتصوير الشمسي هو بين الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار، حيث أن هذه الفترة هي قبل أن تتوسط الشمس منتصف السماء، حيث تكون بدرجة حرارة عالية جدا، ممكن تكون مؤذية للرصد أو إلى الأدوات الفلكية. أيضا تكون الشمس في هذه الفترة قد تعدت الأفق بدرجة 20 إلى 30 درجة، وبذلك يمكننا تخطي طبقات سميكة من الغلاف الجوي، والذي قد يؤثر على عملية حصول على صورة دقيقة للشمس. إن الاضطرابات الجوية بسبب درجة حرارة الغلاف الجوي وحركة الهواء تؤدي إلى الحصول على صور غير منتظمة للأجرام السماوية. ولتخطي هذه المشكلة قام الفلكيون باستخدام برامج فلكية معينة تقوم بأخذ فيديو للجرم السماوي المرصود، ومن ثم يقوم برنامج الفلكي المعين بتحليل هذا الفيديو للحصول على أفضل اللقطات من الصور حين يكون الغلاف الجوي في نقطة مناسبة. ثم يقوم البرنامج بتجميع هذه الصور مع بعض للحصول على صورة نهائية دقيقة. سوف نقوم باستخدام هذه العملية لتصوير ورصد الشمس. من هذه البرامج هو برنامج ريجستاكس، وأيضا برنامج أوتوستاك. تسمى هذه الطريقة بعملية اللاكي إيميجينج، أو أيضا تسمى بالتصوير المحظوظ، وتستخدم في تصوير الشمس والكواكب وأيضا تصوير القمر. وباستخدام تلسكوبات معينة يمكن أيضا استخدامها في تصوير الأجرام السحيقة مثل المجرات والسدم. ممكن أخذ عدة صور بهذه الطريقة ثم تجمعها مع بعض للحصول على فيديو لحركة النتوءات الشمسية أو النشاط الشمسي حول البقع الشمسية، وذلك على مدة 2 أو 3 ساعات. بأخذ فيديو لمدة 10 ثواني تقريبا كل دقيقة، ثم جعل كل واحد من هذه الفيديوهات صورة، ثم تجميع صور مع بعض على شكل فيديو بطريقة التايم لابس للحصول على الفيديو النهائي. باستخدام هذه الطريقة يجب استخدام تيلتر الذي يقوم بتخلص من الخطوط نيوتن التي تنتج بسبب التداخل الطيفي، وذلك الحصول على صورة واضحة. يقوم بإمالة زاوية انحراف متحسس الكاميرا بالمقارنة مع أسطح العدسات والفلتر.
شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة من برنامج هواية الفلك في 10 دقائق، وسوف نراكم قريبا في الحلقة القادمة.